golaha ardayda daraawiisha ee dalka Suudaan ayaa caawa u dabaaldegay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay aasaaskii maamul goboleedka Khartoum oo dhidibada loogu aasay magaalada Talaax bishii labaad ee sanadkii 2012-ka. Xuska hooseeyaha sare loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan magaalada Khartoum. إن أنا أتبعت إنه يمكن يا ما مغربية الصومالية كتير كتير ما في الصومالية عشان يلا تنسنا أيدي يومات الدولة كتير تي وح حول أكل إن ما مغربية خاصة خالص تي وده كتير لوسي عن كرام من اللي يفتح الصومالية سيادة أيام ما أنا قرر في يلا تمشي بشي غلط وح لوي يلا لي ما مغربية خاصة ما مغربية طلع خالص أنا أعرف أن هذا المكان هو مكان مهم شير السعودي وغدا مصر الجاوي ونوس كي أسأوا ونوس كي تشيا أي ونوس بنجمي هاي وحنا نبي خاطر هذا هو حال كسر على يا ما في السعودي يقول لك عادي تلاقي سعودي يا هو كاريني كريا ما نوري أصلاً من شيء فيه فريا كل شيء سوى فريا نوري وأنا أقول لك أنا 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 أقول عدك تلاحي قيمي باغلي بيدكي وعافي ماد بانك هلي عدل سموه يهي عالنك سومالي يدباد عيدان تين دولة دخاتو متلادة تاجباني دنكو حيري وواتوكو بسين قون تانكو تاني تيري طلابة داد قادة تين واتف قليني يا كل وعلى السلام يا هوني سعيد السيدي محمد علينا الحمد للشكرة دراويش تاريخو بسلام كله رهي وحمله إلى الشكي وانتقلت هاي أني أنا مركزها وإن شاء الله رحمة الله هاي خصوص بسلامية السكون إلى تاريخ بسلامية سيد محمد عبد الحسن أبو مي كل محمله لنا خير الله يسير قاعد مداته soo wada duuba xafladan loogu dabaaldegay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay markii dhidibada loo aasay maamul goboleedka Khartoum ayaa ku soo gabagabowday jawi farxadeed. Maxamed Cabdulaziz Cabdi Samad, Kalsan TV, Khartoum.